بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، حديثي إليكم في هذه الدقائق المحدودة بين الأذان والإقامة هي بعنوان فضيلة الذكر، لأن ذكر الله تعمر القلوب وتذكر بالآخرة وترقق القلوب. ولذا ذكر الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم الوابل الصيب من الكلم الطيب أكثر من 100 فائدة للذكر. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نشغل دائما وأبدا ألسنتنا بذكره وشكره. فربنا جل وعلا يقول: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. فإذا أردنا طمأنينة قلوبنا وانشراح صدورنا وارتياح قلوبنا فعلينا بكثرة الذكر. لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. والله جل وعلا يقول: ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. فالذي يعرض عن القرآن ويعرض عن الأذكار يتولاه الشيطان. ولذا يقول جل وعلا: ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا ونحشره يوم القيامة أعمى. قال ربي لما حشرتني أعمى وقد كنت بصيرا، يعني في الدنيا كان مبصر. قال: كذلك أتتك آياتنا فنسيتها وكذلك اليوم تنسى، يعني في العذاب. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نعمر أوقاتنا بذكر ربنا. فربنا جل وعلا يقول: فاذكروني أذكركم. ويقول جل وعلا: وتطمئن قلوبهم بذكر الله، ألا بذكر الله تطمئن القلوب. نعم، تطمئن القلوب وتنشرح الصدور وترتاح النفوس بذكر الله. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. فيا عبد الله، يا أمة الله، إلزم الاستغفار. فالاستغفار سبب لمغفرة الذنوب وسبب لانشراح الصدور، فالذكر سبب لانشراح الصدور وطمأنينة الضمائر وانحلال العقد والمشاكل ونزول الخيرات والأمطار وكثرة النبات ودر الضروع. ولذا يقول نوح: فقلت استغفروا ربكم إنه كان إيش؟ غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا ويمددكم بأموال وبنين ويجعل لكم جنات ويجعل لكم أنهارا. فعليك أخي المسلم، أختي المسلمة، أن نلزم وأن نلجم ألسنتنا بالذكر والشكر، لأن النعم ومن نعم الله علينا أن أطلق ألسنتنا بذكره وشكره وتلاوة كتابه. فعلينا أن نحمد الله وأن نشكره، لأن ربنا يقول: وقليل من عبادي الشكور. ويقول جل وعلا: لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فعليك يا عبد الله، يا أمة الله، أن نكثر من ذكر الله. ولذا يقول جل وعلا: والذاكرين الله كثيرا والذاكرات أعد الله لهم إيش؟ أعد الله لهم مغفرة وأجرا عظيما. إذا تريد هذه المنزلة وهذا الوعد المبارك أن يعد الله لك مغفرة والأجر العظيم والثواب الجزيل والحسنات الماحيات، فعليك أن تلتزم بذكر الله وشكره. ولذا الله عز وجل يقول على لسان رسوله أنه قال: وقال الرسول: يا ربي إن قومي اتخذوا هذا القرآن مهجورا. فمن هجر كتاب الله شكاه رسول الله على الله. فنكثر من تلاوة القرآن ونكثر من الأذكار والاستغفار. لذا نجد أن أبانا إبراهيم
لما التقى به سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم قال: أقرئ أمتك مني السلام وأخبرهم أن الجنة قيعان، يعني أرض خصبة للزراعة، وأن غراسها سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر. إذن عليك أن تكثر من ذكر الله، لا تسكت أبدا، حاول دائما 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 تذكر الله عز وجل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: كلمتان خفيفتان على اللسان، ثقيلتان في الميزان، حبيبتان إلى الرحمن، سبحان الله وبحمده سبحان الله العظيم. إذن عليك يا عبد الله أن تكثر من ذكر الله عز وجل. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: ما اجتمع قوم في بيت من بيوت الله يتلون كتاب الله ويتدارسونه فيما بينهم إلا نزلت عليهم السكينة وغشيتهم الرحمة وحفتهم الملائكة وذكرهم الله في من عنده. ألا تريد هذه الخصال الأربع؟ إي والله كلنا نريدها. إذن علينا أن نبحث عن حلق الذكر، عن حلق العلم، عن حلق التعليم، عن حلق الاستفادة، عن حلق الأذكار والتسبيح والتهليل والتسبيح. يقول صلى الله عليه وسلم: أحب الكلام إلى الله سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر لا يضرك بأيهن بدأت. ولذا يقول صلى الله عليه وسلم: لا يزال لسانك رطبا من ذكر الله. رطب لسانك بذكر الله، بالاستغفار، بالتسبيح، بالتحميد، بالتهليل، بالتكبير، بتلاوة القرآن، بالنصيحة، بالموعظة الحسنة، بالأعمال الصالحة، بالشكر والذكر، ليحيا قلبك بذلك. ولذا يقول عليه الصلاة والسلام: مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر الله، مثل المؤمن الذي يذكر ربه والذي لا يذكر ربه، أو الذي لا يذكره، مثل الحي والميت، رواه البخاري. مثل الحي والميت، يعني اللي ما يذكر الله ميت وإن كان من عداد الأحياء، والذي يذكر الله فهو حي. فلا بد أن تكثر يا إخواني يا أخواتي من الأذكار، من التسبيح والتحميد والتهليل والتكبير والأعمال الصالحة، لأنها سبب لعمارة القلوب. ولذا الرسول صلى الله عليه وسلم يقول: إذا مررتم برياض الجنة فارتعوا. قلنا: وما رياض الجنة؟ قال: حلق الذكر. تريد الجنة الدنيوية؟ حلق الذكر. ولذا يقول الإمام ابن تيمية رحمه الله: إن في الدنيا جنة، من لم يذقها لم يذق أو لن يذوق جنة الآخرة. ما هي هذه الجنة اللي في الدنيا؟ الأعمال الصالحة، التهجد، الصيام، الأعمال الصالحة بأنواعها وأشكالها. فلا بد أيها الإخوة والأخوات أن نحيي قلوبنا بذكره وشكره. وكما قلت لكم في بداية هذا اللقاء بأن الإمام ابن القيم رحمه الله في كتابه القيم واسمه الوابل الصيب من الكلم الطيب ذكر أكثر من 100 فائدة للأذكار، لكن سأسرد لكم بعضها. فوائد الذكر: أولا أن الذكر يطرد الشيطان، وإذا انطرد وابتعد الشيطان يكون قلبك أقرب إلى ذكر الرحمن وأقرب إلى الرحمة وأقرب إلى الانشراح والارتياح. وكذلك الذكر يقمع الشيطان ويكسر الشيطان. ولذا يقال أن الشيطان يقول: أهلكت بني آدم بالذنوب وأهلكوني بالاستغفار. من لزم الاستغفار جعل الله له من كل ضيق مخرجا ومن كل هم فرجا ومن كل بلاء عافية. إذن إلزم الاستغفار، إلزم لا إله إلا الله وحده لا شريك له، له الملك وله الحمد وعلى كل شيء قدير، 10 بعد صلاة الفجر و10 بعد صلاة المغرب و100 في كل يوم وليلة. قل سبحان الله وبحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزينة عرشه ومداد كلماته. أكثر من الذكر، أحيوا قلوبكم بذكره وشكره. كذلك من فوائد الذكر أنه يرضي الرحمن عز وجل. وكذلك الذكر يزيل الهموم والغموم عن القلوب، وكذلك يجلب للقلب الفرح والسرور والطمأنينة والارتياح، وكذلك ينور الوجه والقلب
ويجلب الرزق. قال جل وعلا: ومن يتق الله يجعل له مخرجا ويرزقه من حيث لا يحتسب. إذن كثرة الأذكار سبب لدر الأرزاق وكثرة الأرزاق، وتجد الانبساط والارتياح. ولذا نجد أن ابن تيمية الذي سجن 7 مرات بسبب علمه وقمعه لفرق الضلال والإضلال ومحاربته للزندقة والإلحاد والزيغ والضلال، يقول لما سجن قال: فضرب بينهم بسور له باب باطنه فيه الرحمة وظاهره من قبل العذاب. وهذه آية قرآنية عن الجنة. أنا جنتي في صدري، يقول ابن تيمية رحمه الله، أنا جنتي في صدري، ماذا يصنع أعدائي بي؟ إن سجنوني فخلوة، يعني خلوة بطاعة الله، وإن طردوني فسياحة، وإن قتلوني فشهادة. إذا ماذا يصنع الأعداء بك؟ ما يصنع بك أعظم من هذه: إن قتلوني فشهادة، وإن سجنوني فخلوة، وإن طردوني فسياحة. فعلينا أيها الإخوة والأخوات أن نعمر بيوتنا بتلاوة القرآن. يقول صلى الله عليه وسلم: الماهر بالقرآن مع السفرة الكرام البررة، والذي يقرأ القرآن ويتتعتع فيه وهو عليه شاق له أجران. ويقول صلى الله عليه وسلم: خيركم من تعلم القرآن وعلمه. وقال: مثل المؤمن الذي يقرأ القرآن مثل الأترجة ريحها طيب وطعمها طيب، ومثل المؤمن الذي لا يقرأ القرآن كمثل التمرة لا ريح لها وطعمها حلو، ومثل المنافق الذي يقرأ القرآن كمثل الريحانة ريحها طيب وطعمها مر، ومثل المنافق الذي لا يقرأ القرآن كمثل الحنظلة لا ريح لها وطعمها مر. فأسأل الله بمنه وجوده وعظمته وكبريائه، فأقول: اللهم أعز الإسلام والمسلمين، وأذل الشرك والمشركين، ودمر أعداء الإسلام والمسلمين. اللهم وفق ولاة أمورنا، اللهم وفق ولاة أمور المسلمين عامة وولاة أمورنا خاصة. اللهم وفق ولي أمرنا وولي عهده لما تحب وترضى، وارزقهم البطانة الصالحة الناصحة يا ذا الجلال والإكرام. اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الوباء، اللهم ارفع عنا وعن المسلمين الوباء والغلاء والفتن والمحن ما ظهر منها وما بطن. اللهم طهر بلادنا وبلاد المسلمين من الربا والزنا والزلازل والفتن والمحن. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه الأمين وعلى آله وأصحابه أجمعين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.